يتفاقم مع الفساد الإداري والمالي في محافظة صلاح الدين تخوف الأهالي من الإدلاء بتصريحات تنتقد واقع الحال المزري. يتهرب الكثير عن الإدلاء بآرائهم أو طرح وجهات نظرهم بشفافية عن أي قضية تتعلق بالمصلحة العامة، نتيجة قمع مورس بحق كثير من الناشطين والسكان على يد مجاميع مسلحة وقوات تتبع سطوة مسؤولين في المدينة، وهو ما أسهم بتمادي الفاسدين على الحقوق العامة. والله معوص صرفت لي بعد ما دخل. انت ليش ما تحكي؟ ليش ما تحكي؟ كل شباب يعني جار القادسية رأيك ب ليش؟ خاف احكي حكاية وتطلع بالهذا عوف الموضوع عندنا. ساكن؟ مشروع القادسية شلون تشوفه انت؟ مشروع القادسية يكون مشروع مجار القادسية. كل شيء ما اعرف، انا قاعد بالبيت ما ادري شكو برا. مشروع مجاري الصرف الصحي في حي القادسية بمدينة تكريت واحدا من المشاريع المتلكئة نتيجة الإهمال والفشل في إدارة المشاريع الخدمية. مبالغ كبيرة رصدت له منذ سنوات، إلا إن مراحل إنجازه متأخرة جدا بحسب مسؤولين، وتبعات التلكؤ تلقي بظلالها على أهالي الحي وممتلكاتهم من مركبات ومنازل. ما أدري إيش جاوبك عليه، لأنه بس أقول لك إذا وليت الأمور إلى غير أهلها فارتقب الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم ماكو واحد قلبه على البلد، مع العلم أهل البلد هم اللي بالحكم، ما نعتب على أهل البلدة، قصدي مو أهل البلد، أهل البلدة أهل مدينة تكريت هم اللي قافضين القائم مقام بلدية كذا، بس ما شفنا كل شيء. ومشروع عام ومشروع خاص، مشروع عام من قبل داعش ولحد الآن. والله يا غالي مشروع فاشل. شلون؟ لأن هي مبينة السالفة، والله مبينة السالفة، صار لهم سنين يبوقون ملتهين بالبوق ها، ويجون على أساس يسوون مشروع مجاري ما أدري شنو، هم على مود يبوقوها الفلوس، حرام سووها هيك بس خربوها الشوارع. مثل هذا المشروع المتلكئ نتيجة الفشل الإداري هنالك عشرات في عموم المحافظة، ويزيد الطين بلة مشكلة عدم تطابق مضمون مشاريع أخرى مع المواصفات الفنية المتفق عليها. من تكريت ياسر عدنان، قناة زاغروس تي في.